اقول وحشني، عاوز اقول تفاصيل صغيره. والدي كان تعبان، يعني هو كان كويس وكل حاجه، جه في يوم كده تعب فجاه، ف راح المستشفى، فاكتشفنا ان هو كان حالته متاخره فجاه يعني، فتوفى في 7 ايام. ده كان مدخلي للادب، وده اللي كان نفسي اعبر اقول له اي حاجه. وكانت الصدمه كبيره لانها كانت فجائيه، فكنت عايز اقول له وحشني، فوحشني، وعارف ان بيني وبينك عالم حشني، بس عمري ما كان احساسي في ايدي. وانا دلوقتي بقول لك نفسي تيجي، عارف، مفتقد كل حاجة كانت معاك، شعور بملل من كل حاجة مش وياك، حاسس إن عايش من غير دم، خلاص بقيت من أقل حاجة بشيل بالهم. فراقك علمني معنى وجودك كان تمنه إيه، حتى بعد الندم. قول الندم يا هيفيد بإيه؟ العين اشتكت من كتر البكا، لكنها حاسه انها مش مصدقه، عارف، ما باين عليا كل اللي يشوفني يقول لي فيك حاجه مش طبيعيه، فيك حاجه مش عاديه، صرحني وما تخبيش عليا. طب اقول لهم ايه؟ اقول لهم مات الدهر اللي كنت بعيش عليه، ولا اقول لهم مات اللي كان بيجري دم فيه؟ بسأل نفسي دايما، هو الكلام هيفيد بإيه؟ ما هو محدش هيوصله الإحساس اللي وشي مخبيه، حتى قلبي من كتر الألم حاسس إني جيت عليه. طب أسكت ولا أتكلم ولا أعمل إيه؟ ما أنا لما بسكت بتفضحني الدموع، ولما بتكلم بيبان إني موجوع. احيانا بحس ان مش باقي على حاجه ولا على الدنيا كتير، بطلب ان اروح لك وابقى مش عاوز اي حاجه تانية. ما هو يعني ايه حياه من غير روح؟ ما هو من بعدك كل شيء بقى من غير طعم، بقى من غير روح. زيك مين؟ زيك مين كان بيقوم من نومه علشان يسليني؟ مين كان لما بيحس بدموعي بيلحقها قبل ما تنزلها عيني؟ مين اللي كان بيقراني قبل ما ينطق لساني؟ مين اللي كان بيفضي نفسه علشان يرضيني؟ مين لما بتعب بيتعب لي اكتر ما التعب بيجيني؟ قولي مين؟ قولي مين بعد ما يموت بيجيلي في احلامي ويقول لي ما تقلقش عليا وعيش مبسوط؟ قول لي مين لما يقرب لي ناس عاملين قريبين يجي في احلامي يقول لي خد بالك دول تعبين، حتى في موتك ما انتش سايبني، حتى لما بتعب بلاقيك جايبني. طب اتكلم اقول ايه وانت مش سايب لي اي حرف اقدر انطق بيه؟ انا عمري ما شفت كده، انا عمري ما شفت حب بالشكل ده. طب بذمتك مش حقي اندم عليك؟ طب بذمتك مش الدنيا دي ولا اي حاجه غير بيك؟ مين زيك انت؟ مين؟ قول لي مين في زمن الام بقت بترمي فيه الجنين؟ بعدك ساعات بصبر نفسي واقول ده حال الدنيا، انا مش لوحدي، ما هو زي في ناس كتير تانيه. بحاول اغير الحقيقه، بحاول اشوف لي طريقه، يمكن الحاجة اللي ربنا خلقها وبتجيب نتيجة هي النسيان. النسيان عامل زي الجرح اللي بيداويه الزمان، زي الكسر اللي بيلم مع الأيام، زي الدواء اللي بيتاخد وبيبتدي مفعوله يبان، بيقل الألم بالتدريج، بيقل مفيش كلام، بس مشكلته الوحيدة، مشكلته الأكيدة، لما المسكن مفعوله بيروح.
لما سيرته بتيجي وتروح. الألم بيقل بس مش بيروح، بيقل بفعل النسيان، بس عمر اللي جاي ما ينسيك اللي كان. عمر الفرح ما بينسي الأحزان، عمر الجرح بعد ما بيلم بيرجع زي ما كان. بعدك بحس إن روحي وحيدة وحيدة. مهما تسلوك بتفضل زهيدة، راحتها دايما في كونها فريدة. عارف إننا بنتأقلم، بنتأقلم بتأثير السنين. ما بنبقاش زي أول يوم أو يومين. أيوة بيصبرنا إننا مش من البني آدمين الوحيدين. أيوة في ناس زينا تانيين. أيوة صح. أيوة على فكرة إحنا مؤمنين وعارفين وفاهمين الدين. كل الحكاية إننا بشر. ضغطنا لو عالي هنبقى تايخين وتايهين. هو ده الطبيعي وهو ده الروتين وهو ده حلنا كبني آدمين. أيوة النسيان ده نعمة ما يختلفش عليها اتنين. أيوة لو ما كانش موجود كان زماننا إحنا كمان ميتين. بس هتفضل وحشني، هتفضل وحشني بعدد اللي فات وعدد اللي جاي من سنين. لان عارف ان اللي زيك ما بيكيش في العمر مرتين، وعارف اننا كده كده رايحين رايحين. فبتوحشني، بتوحشني يا احلى ما في الدهر، بتوحشني يا من كنت ظهري المتين. الى الله ادعو رحمتك وهو ارحم الراحمين.